لأول مرة في عموم البلاد وإقليم كردستان وحتى الدول الإسلامية طبع القرآن الكريم كاملا بلغة الإشارة لشريحة الصم والبكم. بمراسيم خاصة وبحضور اللافة احتفل الاتحاد الإسلامي الكردستاني في إربيل بطبع المصحف الشريف كاملا بلغة الإشارة لخدمة شريحة مهمة من شرائح المجتمع ألا هي شريحة الصم والبكم. الحمد لله طبعا قمنا بفضل الله عز وجل بطبع القرآن الكريم في 30 جزءا في 3 أجزاء 3 مجلدات، كل مجلد مطبوع فيه 10 أجزاء من القرآن الكريم، وهذه تقريبا حسب اطلاعنا وحتى حسب معرفتنا في المنطقة أنه هناك أجزاء سور معينة موجودة في الأنترنت، لكن كمصحف مطبوع ورقي متداول هذه فكرة حسب علمنا واطلاعنا لا يوجد لأول مرة يعني يطبع للإخوة والأخوات المكفوفين. هذا المشروع يخدم الأعمى والأسهم وكل المحتاجين إلى هذه الموضوعات، موزع على كل اللي يعني مشمولين بهذا الموضوع، حتى من سليمانية، من معلبجة، من دهوك، من كل المحافظات. وبعد جهد سنوات عديدة من العمل المتواصل طبع أكثر من 1000 نسخة في مطابع الإقليم، وزعت مجانا على مجموعة كبيرة ممن أصيبوا بالإعاقة السمعية، وسط ارتياح كبير لهذه المبادرة الدينية الإنسانية الكبيرة. اتحادنا قام بخطوات عظيمة للدفاع عن دين الإسلامي وللخدمة الدين الإسلامي. هذه الشريحة الصمم والبكم يعني شريحة يعني بحياتهم يعني غير مرتاحين بهذا، يعني لما يشوفون القرآن ويفتحون القرآن وينظرون ويقرؤونه تطمئن قلوبهم. مشروع تفسير القرآن الكريم بلغة الإشارة فتح آفاقا جديدة لهذه الشريحة المهمة في المجتمع لكسر حاجز عدم الفهم والتفسير، وهي خطوة يسعى القائمون عليها بنشرها في أنحاء البلاد. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل.